واحد نيسان هو زمن ومسيرة حضارتنا الآشورية، من يوم بزوغ شمس نينوى على الأرض ونثرت العلوم والحضارة على كل العالم. 6773 عام آشوري أعطى لتاريخ أجدادنا العظماء لحماية هذا اليوم المبارك من جيل لجيل كأمانة مقدسة مباركة بصلاة الإصاغيلة، ليتقبلوا سنة جديدة بكل أمل مهما فعلوا أعداء الإنسانية والحضارة. في هذا اليوم سنحتفل بتحرير مردوخ من الآلهة عشتار. رأس السنة البابلية الآشورية، عيد الأكيتو، عيد الانبعاث والتجديد، نبارك ونهنئها لجميع شعوب العالم وخاصة الشعب السورياني الآشوري الكلدان، آملين أن يكون هذا العام وهذا العيد بداية لنهاية الحروب والعنف والدمار، وبداية لترسيخ السلام والعدالة والأمان في المنطقة. لمنطقة الشرق الأوسط، منطقة ميزوبوتاميا، بلاد ما بين النهرين، نهر دجلة والفرات، كردستان، هذه المنطقة التي لها تاريخ عميق وعريق، فهي كانت أم الحضارات، كانت المنبع الأم لجميع الثقافات والعلوم والأديان، وهي المهد التي احتضنت جميع الشعوب بكافة أطيافها، من السومريين إلى الأكاديين إلى البابليين والآشوريين والميديين والميتانيين والهوريين والفرس، والكثير من الشعوب التي عاشت معا. وسبب هذه الوحدة بين الشعوب والموزايك التي كانت موجودة كانت طليعية، وكانت قدوة، وكانت متطورة ومتقدمة. وما الأعياد التي نحتفل بها من نوروز إلى أكيتو، ومن أكيتو إلى تشاشما صور، والكثير من أعياد الشعوب، إلا خير دليل على أن الشعوب كانت تشارك بعضها في أفراحها وفي أتراحها، في أعيادها وفي شعائرها. لكن الأنظمة السلطوية المهيمنة، الدول الطامعة، حاولت السيطرة على هذا الغنى الثقافي من خلال تقسيم المنطقة، من خلال خلق صراعات قومية، صراعات دينية وحتى مذهبية وطائفية للتحكم بهذه المنطقة وأخذ كل ثرواتها. عانينا شعوب المنطقة بكثير من المآسي والآلام، وخاصة الإبادات التي ارتكبت بحقنا، سواء كان إبادات أرمن أو سوريان أو الكرد، والكثير من الإبادات التي حصلت في هذه المنطقة. لذا فنحن مجبرون على توحيد مصيرنا، لإفشال جميع المؤامرات والسياسات التي تحاك ضدنا، وللقضاء على تجربة الإدارة الذاتية التي كانت أمل لجميع الشعوب. يا أخوة بشار
طبعا اليوم هو 1 نيسان عيد الأكيتو، عيد هذا العيد يعني الكثير، التجدد، الانبعاث. نحن دوما نتمنى التجدد في الحياة ونحتفل بهذا العيد، هو استمرار لرأس السنة البابلية السريانية الآشورية منذ عام 6773. بهذه المناسبة أعايد شعوب العالم والشعب السرياني الآشوري الكلداني الآرامي، وأعايد كافة شعوب سوريا، أعايد سوريا. هو هذا العيد هو عيد لسوريا، انطلق هذا العيد من بلاد ما بين النهرين دجلة والفرات، واليوم سوريا جميعا تحتفل بهذا العيد. ونقول لشعب شمال وشرق سوريا كل عام وأنتم بخير، ولكل العالم ولكل شعوب سوريا، ونتمنى أن يكون هذا العيد بداية خير وبركة، ويكون أيضا اعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. مش فرصة